الغزال بالعجوة، وعملنا قراقيش فاضية سادة، وعملنا صوابع اهيت، اصابع اهيت بالعجوة. الله جميل، والريحة طالعة جميلة جميلة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا انا والشيف وبقسماط يعني. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى قراقيش بالعجوه مقادير بقى معايا، وقراقيش سادة معايا 4 كوبايات سمنه، سخنهم قوي على النار لما يغلوا على النار. معايا معلقه كبيره ملح، نص معلقه فانيليا، معايا 3 معالق سمسم حمرتهم على في طاسه، معايا 2 كبار خميرة و4 معالق سكر، معايا سمسم من غير التحمير ده هلف بيه البقسماط اللي من عندي، معايا لبن، اللبن هخليه الاخر عشان انا احطه في العجينة الاخر، معايا 1.5 كيلو دقيق اللي هو كيلو 9 كوبايات بالكوباية اللي هي بتاعت الشاي، معايا كده 1.5 كيلو دقيق. نبتدي مع بعض بقى، والعجوة اهي هحشي بيها. بسم الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. دي ايه ده؟ انا نخلاه منخول، منخوليه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بالدقيق الاول. يعني افتح في الدقيق كده حته مكان كده عشان انزل بهم فيهم ايه السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدي اقلب السمنه في الدقيق كويس كده اهو. حبست السمنه بالدقيق لما كله يطوف بعضه، ما اخليش فيه حاجه دقيق من غير ما يكون شرب السمنه، اقلبها كلها في بعضها كده لما السمنه تدخل في الدقيق. تقلبي الدقيق في السمنه لما ما يبقاش فيه ولا حبايه دقيق مش داخله في قلب السمنه، يعني زي تبسيها كده اهو او تفركيها اي حاجه. شوفي بقى بقت في ايدي الدقيق، ضاع كله في قلب السمنه. الملح بقى انا قلبته في شويه ميه اهو، حبه الملح، معلقه الملح، لو بتعرف شويه ملح. هنزل بقى بالسمسم اهو، مرضتش احطه في الدقيقة عشان السمنة كانت سخنة، عشان هو متحمص ما يتحرقش منك، ولما تحطيه في العجينة وهو متحمر على النار كده بيدي ريحة جميلة اوي في العجينة نفسها. هنزل بقى بالفانيليا اهي، نص معلقة صغيرة فانيليا. الله، ريحة جميلة، السمسم بالفانيليا ريحة طالعة جميلة. اللبن هتكون مدفياه، اللبن دافي. هنزل بقى بالخميرة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي مدوبة في السكر. بسم الله الرحمن الرحيم،
واقلب تاني واحد. لو عندك عجان بقى حط الحاجات دي كلها في العجان زي ما حطينا كده. هنزل بقى باللبن اخر حاجه، هنزل بقى اللبن بعد ما اشوف العجينه معايا بقى كل حاجه، كل المقادير دخلت في بعضها. ها بقى جميله وريحتها جميله. الله اللهم صل على النبي. بقى باللبن، اللبن ده مدفية، لبن حليب مدفية. الله بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بيه حاجة شوية بشوية كده على ما العجينة تاخد معايا هلاقيها في ايديا مش عايزة. كل ما تحط واقلب الشرق هلاقيها عايزة تاني، هي لسه كده عايزة تاني. حط تاني عشان العجينة لسه يابسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى التانية بتعجني فيها لما تبقى بص العجينة في ايديكي والعجينة بتقطع ازاي. تبتلك تعجيني تعجيني تعجنه فيها كويس، تديها يعني عجنة كويسة كده. لما العجينة تلم من الطبق اللي انت بتعجني فيه او البولة او العجان اي حاجة. دي بقى رقيش او منين زي ما بنقول عندنا. عايزة بقى تحشيها بالعجوة، العجوة اهي عايزة تحشي بالعجوة، تحشي بالعجوة. عايزة تعملها سادة تعملها سادة، عايزة تحشيها جبنة احشيها جبنة. يعني دي العجينة الأساسية. عايزة تحشيها ملبن احشيها ملبن. اختياري بقى، الحشوة دي اختياري. عايزة تعملها سادة كده ماشي. يا كده شايفين العجينة بقى معايا جميلة ازاي؟ اللهم صل على النبي. شايفين وبتقطع ازاي؟ هغطيها بقى شوية العجينة ترتاح. هحطها شوية واسيبها ترتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. العجوة هتجيب العجوة لو هتجيبها عجوة من اللي هي بلح ديت اللي فيها بلح دي، بس تجيب العجوة الطرية هتغسلها يعني تاخدها شطفة كده على الحوض كده بسيطة كده وتصفيها من المية وتفصصيها من النوى اللي فيه. هتلينيها بمعلقة سمنة، معلقة كبيرة سمنة على البوتاجاز وتدفيها كده تسخنها تسيحيها يعني، وتلينيها كده كويس اهي وتحط عليها معلقة كبيرة. أي ما عايزة تحطي سمسم تحط، جوز هند تحط. أنا هحط لها معلقة جوز هند، وده اختياري سمسم أو جوز هند. هحط لها معلقة جوز هند وليه بتهيت وجميلة حتى ما بتبص كده. وتبرمها صوابع بقى تبع ما هتحشي الحشو على قد اللي أنت هتحشي بيه. اللبن أصلا طبعا ما خدناش بقيته عشان بنخليه للآخر عشان بيفيض، عشان العجينة في ايدينا تبقى بالطريقة دي. ها العجينة بقى سبتها ترتاح شوية اهي. هبتدي بقى افردها. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اهي عجينة اهي طبعا متشمعات ومفوقة. كده اخد منها برضو واغطيها على قد ما هحشي العجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة اهي جميلة اهي ماسكة وجميلة.
كده افردها بقى. بقى العجوة اللي انا عملتها هيت عملتها صوابع عيد عشان احط بقى في الله. بسم الله الرحمن الرحيم كده بقى الفها على العجينة. اقفلها بقى كويس اهو عشان الحشوه اللي فيها ما تطلعش منها. تبتدي تقطعيها بقى، عايزاها طويله شويه، عايزاها كعب الغزال. اي تقطيع انت عايزه بتعجبك، بس يعني ترفعيها شويه عشان العجينه ديت لسه هترفع كمان، هتزيد كمان شويه عشان تستوي بسرعه معاك. حشوة في الماء شهد على محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لو عايزة بقى تحط عليها سمسم هتوصلها شوية مية أو شوية لبن، أهي وتحط عليها شوية سمسم. شوية مية ونقص البقسماطة يا مية ونحطها في قلب السمس بس كده عشان ما يقعش منها، عشان يمسك في الحشوة فيها يمسك فيها ما يقعش يعني على وشها. عايزة تحط أي حاجة غير السمسم، بس هي السمسم بتبقى جميلة. نرصها بعد كده، نرصها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان واحدة ثانية هنعملها نفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينة معايا جميلة ازاي؟ ولونها جميل، ريحتها كمان جميلة.
عايزه تعملي اي اشكال تانية بقى برضو، عايزه تشكلها اي شكل تاني براحتك، تشكلي العجينه اي شكل تاني، عايزه تعملها قرص مثلا، قرصه مدوره كده فاضيه وتحشيها عادي، ممكن تعمليها برضو تطلع جميله برضو. ما نعمل لكم برضه تريقها نفس الطريقه ما عملتها الثانيه، تبقى تقطعيها اول لما تترقي معاك تريقها خالص عشان الحشو تبقى في النص، عشان تبقى في النص العجوه. لو عايزه ده تحشيه مكان العجوه ملبن تحشيها ملبن. نقفلها كويس. ها خلي اللي احنا قافلينها ديت في الأرضية بتاعتك، أرضية الصينية. عايز تقطعها بالسكينة برضو، بالسكينة يعني، عايز تقطعها برضو بالسكينة في الميه، بس انا مش عايزه احطها بيض على وشها، عايزه تحط لها برضك بيض بدل نار بيض وتحط سمسم عادي، اختياري برضه. بس دي جميله، الله الله تطلع جميله ان شاء الله، النتيجه تطلع جميله. دي بقى طبعا هديت غيرناها شوية، هنعملها طويلة شوية، طولها شوية بالتقطيع، التقطيع بس اللي بتختلف. شوية طول بقى، شوية مفرمرين شوية. هي اشكال بقى شكلي انا معاك، شكلي بجد. هعمل دي بطريقة تانية يا غادة.
فيها العجوة بتاعت كلها في العجينة كلها. بصوا لو العجينة كبيرة ممكن تقطعيها هي وتعمليها على قد قد العجينة الصغننة، بس أنا بعمل عشان أعمل بسرعة. كده العجوة في قلبها كلها يعني. عايزة تحطها كده برضه. شكل يعني مختلف شوية. العجوة خلصت اهيت، حشيتها اهيت العجوة. هبدأ بقى في السادة بقى، العيش السادة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اروح ادخله بقى الفرن، اكون مولعه الفرن قبل ما ادخله. ادخله الفرن بقى على درجه حراره يعني متوسطه، ولما يحمر من تحت اوطي خالص واعليله شويه من فوق. ابدا اشريه بقى في الفرن، اوديه الفرن بقى. طلعناها بقى من الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين جميله ازاي؟ ولا الريحه طالعه جميله؟ ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. اللهم هنا والشيف، اللهم صل على النبي.
جميل، كلهم احمر وجميل. الله الله،